يقول صلوات ربي وسلامه عليه: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة أي يغمس، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. انظروا يا إخوان، غمسة واحدة في النار تنسي أنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا، قد ملك خير الدنيا من المراكب والمفارش والنساء والأموال، أنعم أهل الدنيا، لك أن تتخيل حالها. ولكنه لم يحسن العمل في هذه الدنيا، فغمسة واحدة في النار تنسيه كل هذا النعيم، غمسة، يدخل ويخرج ومع ذلك تنسيه نعيمها بالدنيا الذي ذاقه. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. انظر، لم يقل عليه الصلاة والسلام: رجل بئيس، إنما قال: بأشد الناس بؤسا. فلك أن تتخيل حالها، قد اجتمعت عليه الابتلاءات والأمراض والفقر والذلة والقلة، ولك أن تتخيل جميع هذه الابتلاءات، أشد الناس بؤسا. فيصبغ صبغة في الجنة، لأنه قد أحسن العمل قبل هذا وكان من أهل الخير ويتحرى الخير ويريد بأعماله وجه الله ويرجو الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الله أكبر. ولذلك فمن عرف الدنيا حق المعرفة لم يفرح فيها برخاء ولم يحزن على بلوى. كتب الحسن البصري رحمة الله عليه إلى عمر بن عبد العزيز يعظه، فقال: احتمال المؤنة المنقطعة التي تعقبها الراحة الطويلة خير من تعجل راحة منقطعة تعقبها مؤنة باقية وندامة طويلة. واعلم أن الهول الأعظم أمامك، ومن وراء ذلك داران، إن أخطأتك هذه صرت إلى هذه، وكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. فينبغي للمؤمن إخواني أن لا يصبح إلا خائفا وجلا، ولا يصلح له إلا ذلك، لأنه بين حالين: ذنب مضى لا يدري كيف يصنع الله فيه، هل غفر؟ هل محى الله سبحانه وتعالى ذلك الذنب؟ هل قبل توبة هذا العبد؟ وأجل لا يدري ما كتب عليه به، هل يختم له بخير أو يختم له بشر؟ هل يختم له بكفر أم يختم له بإسلام؟ ولذلك قال بعض السلف: من أهل القلوب الحية نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله وتحثون التراب على رؤوسكم. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع، وقد أطلعه الله جل وعلا على أمور وأنواع من العذاب يوم القيامة،
وعلم شدة ذلك اليوم وهوله وصعوبته، فهو رأى أمورا رأي العين وأنواعا من العذاب، ولذلك حذر أمته من الإقبال على ذلك اليوم. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه فقال: يا أبا سعيد، كيف أصبحت؟ فقال: بخير. قال: كيف حالك؟ فتبسم الحسن رحمة الله عليه وقال: تسألني عن حالي؟ ما ظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرت سفينتهم فتعلق كل إنسان منهم بخشبة، على أي حال يكون؟ قال الرجل: على حال شديدة. قال الحسن: حالي أشد من حالهم.